ومن العناوين إلى التفاصيل، واستكمالا لخريطة الطريق التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعقد اليوم أولى جلسات مجلس النواب بالجلسة الإجرائية لأداء اليمين الدستورية للأعضاء واختيار رئيس المجلس ووكيليه. ويترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، وهو النائب بهاء الدين أبو شقة الذي يبلغ من العمر 77 عاما، ويتولى عمل الوكيلين في الجلسة الإجرائية أصغر نائبين سنا، هما حسن عمر محمد حسنين ونهى خالد الحملي، ويبلغان من العمر 26 عاما. وتبدأ الجلسة الإجرائية بقراءة قرار رئيس الجمهورية لدعوة المجلس للانعقاد وعدد من القرارات الأخرى الخاصة بالمجلس وتشكيله، ثم يؤدي النواب اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 104 من الدستور. يعقب ذلك دعوة رئيس الجلسة للنواب الراغبين في الترشح على منصب رئيس المجلس، ثم يقرر تشكيل لجنة من 3 إلى 7 نواب تشرف على عملية انتخاب رئيس المجلس وجمع بطاقات التصويت وفرزها وإعداد تقرير بالنتيجة، حيث ستتم الانتخابات عبر الصناديق الزجاجية. ويعقب هذه الانتخابات إجراءات انتخابات وكيلي المجلس بنفس طريقة انتخابات رئيس مجلس النواب. قال المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات إن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في الانتخابات البرلمانية أدت إلى حماية إرادة الناخبين وإعلاء القانون واحترام أحكام القضاء. وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة العامة للاستعلامات أمس أن العملية الانتخابية خرجت بشفافية ونزاهة نتيجة تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع اللجنة العليا للانتخابات. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تحليل نتائج الانتخابات البرلمانية ووضع تصور لها حتى لو من الجهات التي أشرفت عليها أمر هام. هيئة الاستعلامات وممثلون عن اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء عرضوا الجهد المبذول التي شاركت فيه أجهزة حكومية، مؤكدين أن الانتخابات أجريت في أجواء من النزاهة وفقا لمراقبين دوليين. تلك الانتخابات التي أجريت في 205 دائرة. الانتخابات البرلمانية دي غير مسبوقة في العديد من الجوانب، أولا من حيث مفرداتها كأعداد ناخبين ومرشحين ولجان فرعية ومراكز اقتراع وعدد السادة القضاة اللي أشرفوا على إتمامها، كل دي أرقام غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية في مصر. أيضا من حيث النتائج فيها العديد من الجوانب الغير مسبوقة، من حيث عدد الأحزاب اللي مثلت 19 حزب. متوسط أعمار البرلمان 50 عاما ومؤهل التعليم العالي 80%. الحزبيون حصلوا على 43%، ونصيب كل مقعد كان 11 مرشحا في الجولة الأولى و13 مرشحا في الجولة الثانية. البرلمان المنتخب يعد آخر خطوات خارطة الطريق المصرية. احنا من خلال المتابعين اللي جم هنا في مصر، وهم جم من هيئات دولية ومجتمع مدني وهيئات حكومية وهيئات ومنظمات دولية، كلهم أشادوا بالعملية الانتخابية وبنزاهتها، كلهم أشادوا ان اللي جرى حتى لو كان هناك بعض السلبيات الضئيلة مع حجم العمل المتاح، إلا إن كانت يعني تقاريرهم إيجابية بشدة أو إيجابية في المضمون اللي تم فيه العملية الانتخابية. المشاركة البرلمانية المحدودة وفقا لبعض المراقبين رد المؤتمر بأن النسب العالمية تتراوح بين 25% و30%، ونوه مساهمون أن المرأة المصرية التي حصلت على 72 مقعدا والشباب الذين حصلوا على 185 مقعدا بين سن 25 عاما إلى 45، فضلا عن التنوع الديني والنوعي، يعد نقلة في العمل البرلماني خلال السنوات الماضية. محمد مبروك، الحياة الآن. هذا وقد أعلن حزب الوفد اختيار النائب سليمان وهدان لترشيحه على منصب وكيل مجلس النواب. وقال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد إنه تم خلال اجتماع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والمستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مع نواب الحزب أمس الأول التصويت على اختيار مرشح الوفد لوكالة مجلس النواب، حيث تم اختيار النائب سليمان وهدان مرشحا عن الوفد لوكالة المجلس مدعوما من الحزب والقبائل العربية.
ومعي عبر الهاتف مباشرة سيادة النائب سليمان وهدان. يا أهلا بك سيادة النائب. أنا فهم زي حضرتك فندم. يا أهلا بحضرتك سيادة النائب. يعني كما جاء في الخبر يعني أنت تخوض انتخابات على منصب وكيل مجلس النواب مدعوما من حزب الوفد، وهذا أمر مفروغ منه، وأيضا مدعوما من القبائل العربية. يعني إلى أي مدى ستؤمن أو يؤمن نواب القبائل العربية عدد كافي من الأصوات لسيادة النائب سليمان وهدان للفوز بمنصب وكيل مجلس النواب؟ حضرتك طبعا أنا كمرشح لحزب الوفد وأيضا كمرشح مدعوم من القبائل العربية، احنا القبائل العربية ليها أصوات كثيرة جدا تتعدى 100 صوت، واعتقد ان في بعد التصويت العملية الانتخابية وحصول الأحزاب على 43% من حقنا ان يكون لنا تمثيل في داخل البرلمان على الأقل بوكالة المجلس، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نحصل على ثقة السادة زملاء النواب الشعب عامة وليس القبائل فقط. طب سيادة النائب يعني ما هو اكيد قبل هذه الانتخابات على منصب وكيل مجلس النواب انتم ككتلة برلمانية لحزب الوفد تتخطى وتتجاوز 40 مقعدا، يعني منتمين بشكل مباشر الى حزب الوفد، يعني هل ستتحركون بشكل معين لاقناع باقي النواب من اجل التصويت لحضرتك يعني للفوز بمنصب وكيل مجلس النواب؟ أنا حضرتك تم اختياري في الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وإحنا طبعا أعضاء الوفد منتشرين في كافة المحافظات، وأعتقد السادة نواب الوفد سيتحركوا في كافة محافظاتهم، وإن شاء الله يكون عندنا قبول وتحرك ملموس لقبول السادة النواب في كافة محافظات مصر إن شاء الله. يعني طبعا تمنيتنا لحضرتك بالتوفيق. طب سيادة النائب يعني أسأل حضرتك، يعني غدا ستكون الجلسة الإجرائية والجلسة الأولى لمجلس النواب، وهو المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل، يعني كيف ترى مجلس النواب الجديد وقدرته على القيام بالمسؤوليات الكبيرة التي تلقى على عاتقه خلال المرحلة المقبلة؟ أولا هذا المجلس يقابل تحديات كبيرة جدا، وهذا المجلس يحمل طموح وأمال الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو. أعتقد أن كل نائب في البرلمان عليه دور وعليه رؤية أن يكون نفذ هذه السياسات، والمطلوب كثير، الشعب المصري يطلب كثير من هذا المجلس. أعتقد أن هذا المجلس محاك ببعض المخاطر، أيضا هذا المجلس سيكون له دور كبير في وضع السياسات للدولة المصرية. أعتقد هذا المجلس بكافة طوافه وبهذا المجلس الشاب الذي يكون فيه عدد النواب الشباب متمثل فوق 40%، اعتقد هذا المجلس الشاب سيكون له الدور في تنميه مصر من خلال التشريعات القادمه ان شاء الله باذن الله. طب سياده النائب، طالما تحدثت عن التشريعات، من وجهه نظرك وكنائب عن حزب الوفد، وحزب الوفد يعني له كتله برلمانيه يعني محترمه تحت قبه البرلمان برئاسه شخصيه قانونيه وشخصيه لها باع طويل في المجال القانوني سعاده المستشار بهاء الدين ابو شقه، من وجهه نظرك الاولويات التشريعيه لمجلس النواب القادم؟ حضرتك في طبعا احنا طبعا الشرق بهاء ابو شقه قام وقيمه وتم تكريمه الدوله المصريه، وايضا تم تكريمه الساده نواب الوفد لرئاسته الهيئه البرلمانيه. اعتقد السيد المستشار بهاء ابو شقه لديه الكثير من القوانين، وسيساهم ايضا في التشريعات، وسيكون له حجر يعني ميزان في القوانين وثقلها، لان هذا الرجل له قيمته القضائيه وقيمته اسفل القانونيه. اعتقد ان سيسر المجلس بهذه القيمه ان شاء الله باذن الله السيد مشار بهاء ابو شقه. طب سياده النائب، يعني ايضا يعني سؤال معتاد يعني قبل انطلاق جلسات مجلس النواب، نعرف ان جلسه الغد ان شاء الله ستكون جلسه اجرائيه، ثم بعد ذلك تبدا الجلسات الفعليه التي تتم فيها مناقشه القرارات بقوانين، ثم يلي ذلك التفكير في التشريعات ذات الاولويه في سنيه خلال المرحله المقبله. انت كنائب عن حزب الوفد، هل ترى ان يجب ان يركز النواب في مجلس النواب الجديد على الدور الخدمي للنائب، ام انه يجب ان تعطى أولوية للدور الرقابي والتشريعي؟
حضرتك احنا طبعا للاسف الشديد احنا طبعا كنواب وهذه مشكله تقابلنا، نحن دورنا في الاساس هو الدور الرقابي والتشريعي، ولكن نحن بلحقنا شعب ولحقنا جماهير في دوائرنا، مطلوب ايضا ان يساوي النائب ويستطيع ان يساوي النائب ما بين الخدمه الشعبيه وما بين الرقابه والتشريع، وهذا سيكلفنا كثير من الوقت والجهد، واعتقد ان احنا نطالب بتشكيل المجالس المحليه في اقرب وقت حتى يساندوا النواب ويتفرغوا للدور الرقابي والتشريعي في البرلمان. وضحت الصورة سيادة النائب سليمان وهدان المرشح عن حزب الوفد على منصب وكيل مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.